أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد فروض الدورة الثانية، الفرد الثاني للدورة الثانية أو فروض المرحلة الرابعة بالنسبة للمستوى الرابع، نشوف نموذج للفرد الثاني الدورة الثانية مادة التربية الفنية للمستوى الرابع. الفرد الثاني للدورة الثانية مادة التربية الفنية للمستوى الرابع. إذا نزلت لكم الامتحان تحت طلب العديد من المتابعين اللي بغاو أننا ننزلوا التربية الفنية، وخا يستافدوا غير من النموذج على شكل PDF، وأنا متأكد غيكون فيكم بزاف ديال الفنانين والفنانات اللي عندهم مع التربية الفنية، اللي عندهم مع الإبداع والابتكار. إذا بالنسبة النموذج على شكل PDF غتلقاوه في صندوق الوصف باش تخرجوا النموذج وتخدموه. اذا خاصكم اقلام ملونه، نشوفوا السؤال اشنو مطلوب منا. اذا بالنسبه كما قلت لكم PDF غتلقاوه في صندوق الوصف باش تخرجوا النموذج. اذا بالنسبه للتربيه الفنيه، السؤال: قم بتزيين الرسم بعلامات ورموز مختلفه ثم لونه بالوان متنوعه من اختيارك مستعملا الاقلام الملونه. اذا هذا بالنسبه كي ما فرضتش عليك شي حاجه، كتسمى يعني لك كامل الاختيار وكامل يعني انك تبدع بالالوان كيما بغيتي، لانه ما فرضيتش عليك الالوان. المهم انك تزين الرسم اذا بعلامات اللي غتساعدك بالنسبه للرسم، يعني علامات مفهومه اللي كدل على الرسم، اذا اما علامات رموز انك تديك من مكان مكان الى اخره. وبالنسبه للالوان لك اختيار الالوان، المهم انها تكون الوان متناسقه معبره، مثلا بالنسبه للغيوم، بالنسبه لاشكال، دائما حولوا لونه بالوان حقيقيه يعني قريبه الواقع. اذا حاولوا تخدموا الالوان الملونه. الالوان ما فرضيش عليك يعني الوان من اختيارك، ان يعني تكون علاقه يعني عندها علاقه حقيقيه بالواقع. تخدم العلامات والرموز اللي غتساعدك في الرسم باش يعني اللي غيشوف هذاك الرسم غيفهم اشنو يعني اشنو فين غيمشي، اشنو هذه ماذا تدل مثلا هذه ولا هذه الى اخره. اذا بالنسبه للتربيه التشكيليه رفيع الابداع، لكم كامل الاختيار انكم تختاروا الالوان اللي بغيتوا، وكذلك هذه فسحه يعني من اجل يعني مثلا يعني كتبدل بها الجو، يعني مثلا يعني خصوصا مواد اخرى، يعني التربيه التشكيليه كتعتبر فسحه للترفيه. وكنتمنى لكم التوفيق، شكرا والى اللقاء.